كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور محمد ازاي ممكن الواحد يحول طاقة سلبية عند حد وتحديدا لو لاعب لدافع ليه، يعني اعكس تماما بقى الحالة اللي بيمر بيها، لا ناخد ده ونحوله لحاجة ايجابية ويبقى دافع، وازاي كمان الصحة النفسية ممكن تأثر على حياتنا ككل. يعني الملف ده اعتقد ملف مهم، سواء بقى مع الرياضي مع البطل مع اللاعب او مع الشخص العادي. دكتور محمد النقطة دي اعتقد مهمة جدا. طبعا. طيب خليني ابدا نتكلم على الرياضي او اللاعب الاولمبي. حته ان انا احول سلبي لايجابي، في تمارين بنشتغل عليها، اللاعب لو حصل له اي حاجه سلبيه جوه الكومبيتيشن نفسها بيحولها من سلبي لايجابي. بس انا الاول بشتغل على الفكر بتاع اللاعب، ازاي اخلي فكره ايجابي. زي ما احنا عارفين في حياتنا ممكن تلاقي حد سلبي في فكره، انا عارف ان انا مهما اتمرنت انا هخسر، وده قابل للتغيير بالمناسبه. طبعا طبعا 100%. ما انا ان اوصل مع اللاعب ان هو يغير ده جوه الكومبيتيشن، اكيد مش بتمارين بس، انا بشتغل من بدري على تغيير الفكر. انا بحاول اغير الفكر بتاعه، ان انت ازاي يبقى فكرك ايجابي، ازاي نمشي واحده واحده، ازاي اواجه مشاكلي. طب بالمناسبه ازاي نعمل ده؟ هو ده اللي خلى سؤال نهاوند فعلا مهم، وزي ما هي كمان بتقول ده بقى مش بس على الرياضيين، ده كل الناس. طيب خليني ادي حضرتك مثالين حقيقيين حصلوا في الاولمبياد. نبدا طبعا بالملكه بتاعتنا جيانا فاروق، وببارك لها على الهواء. جيانا كنا قبل ما تسافر بفتره كان عليها كم ضغوط، احنا وقعنا بظروف صعبه جدا، يعني كضغوط واي لاعب كان داخل اولمبياد عليه الموضوع كان صعب شويه. ففي فتره كان قاعدين مع بعض واتكلمنا، وجيانا احنا بنقعد وبنعيط ويعني وبنتكلم وكل الكلام ده. فاتفقنا انا وهي على حاجه، بعد ما حكيت لي كل اللي جواها، انا بسيب اللاعب اللي قدامي يبدا يحكي كل اللي قدامه براحته خالص، وببدا اساعده ازاي يطلع اللي عنده. وساعات انا بساعد اللاعب اللي قدامي ان هو يعيط، انا عايزك تفضي كل اللي عندك عشان انا لما ابدا اديك بقى هنعمل ايه، نبدا نشتغل بقى. وبعد لما خلصت تماما خالص قلت لها ما تيجي بقى نبدا نشتغل ونتخيل احنا هنروح الاولمبياد وهنعمل ايه، واللحظه اللي انت هتقف فيها على البوديوم. فهي بصيتي كده قالت لي بوديوم ايه؟ قلت لها لا، يعني غمضي عينيكي بقى كده، ولا انا ايه؟ نتخيل البوديوم وبيندهوا اسمك وانت طالعه، طب والناس على السوشيال ميديا بتعمل ايه؟ طب العالم بيقول ايه؟ لقيتها بتعيط بس عياط ايجابي. لقيت انا جسمي بيتعش، انا مش عارف يعني دخلنا في مود، وده المود اللي هي كانت مسافره بيه، ان انا هعمل ايه، وان انت لعبتي اول ماتش وعملتي 1 2 3 4، بدات اخش في حته فنيه بقى، ان انت بتلعبي البنت مش عارف بتاعت الصين وبتعملي كذا كذا فكسبتيها، فقمتي داخله على اللي بعدها فحصل كذا، وقعدت اديها كام سيناريو هو اوريدي حصل قبل كده، فدخلت لها الحاله المزاجيه الحلوه بتاعت المود الايجابي. هي هتروح فيها فين؟ ده كانت مع جيانا. هدايه ملك وهي هناك في طوكيو قبل اللعب قالت لي انا قلقانه ومتوتره وفي افكار جوايا بفكر، هتعمل كويس جدا طبعا ان شاء الله، لكن في التوتر الطبيعي بتاع اي رياضي، ده طبيعي طبعا. قلت لها اوكي، ايه اللي انت خايفه منه؟ فلسه هتتكلم، قلت لها هاتي ورقه وقلم. قلت لها اي حاجه بتفكري ان انت خايفه منها تعالي نكتبها. فبدات تطلع، انا خايفه مثلا ما ابقاش موفقه، قلت لها اكتبي. خايفه اخسر، خايفه مش عارف رجلي اللي كانت مصابه، اي افكار عند اللاعب كل المخاوف بتأيد نكتبها. هو ربنا كان يكون في عونهم اصلا، يعني انت فاهم يعني ايه مصر والعالم بيتفرج عليك، يعني انت عايز تكسب عشان في 100 مليون واكتر بيتمنوا اللحظه دي. احنا في المثال ده بنتكلم على يعني قامتين في الرياضه كبار جدا، هدايه وجيانا، المصريين كلهم عارفينهم مستنيينهم، حاجه صعبه يعني. جيانا بالتحديد كمان هي بطله عالم 8 مرات، يعني فهي راحه الناس مش يعني عايزه مش هينفع يقبلوا اقل من الفرق. انا ازاي افصل اللاعب عن ده؟ لان انا وقت الكومبيتيشن بخلي اللاعب ما يفكرش غير في نفسه فقط. حلو ده برضه. ما يفكرش في اي حد. قلت لها هدايا تعالي نكتب، بدات تكتب. قلت لها قولي لي اول حاجه عندك ايه؟ عشان نكسب نعمل ايه؟ قلت لها اتمرن كويس، مش عارف اعمل ايه، التغذيه، المنتال. قلت لها طب في حاجه احنا ما عملناهاش؟ قلت لا. قلت لها طب ناقص التوفيق، التوفيق بيجي منين؟ علاقه طيبه بربنا، مش عارف عملنا ده، قالت لي عملنا ده. قلت لها خلاص. فانا كنت عايز اللاعب يخاطب نفسه، لكن طول ما انا قدامي جوايا افكار وعمال كل شويه افكر فيها واروح وارجع واروح وارجع من غير ما تبقى قدام عينيا، الموضوع هيبقى صعب جدا. بس هل ممكن برضو الامر ما يخلاش من ان حد تكون شخصيته من النوع المتحجر الغير طبعًا قابله للتغيير؟ يعني اكيد حضرتك عدى عليك النموذج. احنا عندنا بقى حاجات سريعه ثانيه انا بشتغل على كذا مرحله. في مثلا تمارين نفس بتهدي، في يعني في طبعا عندي شخصيات مختلفه، فانا عندي حاجات سريعه بتخلص الموضوع، انا عندي تمرين في 20 ثانيه اللاعب بيعمله بيحوله من سلبي لايجابي والعكس. بس انا التيست دوت عشان اقنع بيه اللاعب في السيشن بدخله في مود سلبي الاول. اوكي. يعني انا الاول بدخله في مود سلبي وحش وبخليه يتخيل عشان تشحن انفعالات معينه جواه. واكون عايز اقنعه، بس طبعا وانا بعمل التيست دوت مش بعرفه انا بعمل ايه. انا بدخله في مود سلبي معين
وبضغط عليه بشكل معين عن طريق مشكله عنده او حاجه قديمه، فيبدا واحده واحده فيبدا يحكي لي، فيبدا ينهار، فيبدا بيتخيل 20 ثانيه حاجه معينه، فبدخله في مود وحش قوي. وفي النص بقى بسيبه وببدا هو يحكي لي ايه اللي حصل وهو بيعيط ومنهار، فيه لعيبه الموضوع بيزيد معاها شويه. وفي النص بقى عامل تيست تاني بلغي ده تماما واخليه ايجابي، فيبقى برضه بيعيط بس بطاقه ايجابيه. ما احنا يعني في نوعين من ده، زي ما عملت مع جيانا لما قلت انا بعمل ده ليه، بس ده طبعا احنا بنعمله من بدري مش في البطوله. انا ليه بعمل ده مع اللاعب؟ عشان اقنعه ان مين اللي بيتحكم في جسمي؟ عقلي صح؟ المخ طبعا صح كده؟ طب مين اللي بيتحكم في عقلي؟ انا احاسيسي انا ولا الاحاسيس دي مرتبطه برضه؟ اوكي، اللي بيتحكم اللي بيدي الاشاره لجسمي هو عقلي، لكن مين اللي بيدي اشاره لعقلي؟ هو انا. فانا بكون عايز اعرف اللاعب ان ساعات يقول لك انا عقلي مش عارف اوقفه من التفكير، لا ينفع اوقفه من التفكير. فانا بخليه هو اللي يعمل التيست، هو اللي يعمل السلبي وبعد كده هو اللي يعمل الايجابي. ده التيست حلو، ده اللي احنا بنقول جوه السيشن، عشان لما اجي بعد كده هو عنده اقتناع ان انت تقدر تعمل ده. دايما بقولها في كل مكان، اي حاجه عايز اللاعب يعملها في البطوله في المنافسه لازم يعملها جوه التمرين. اي حاجه لازم تخليه يجيبها جوه التمرين مره واثنين وثلاثه وعشره عشان تجيله الثقه.